عناصر تنتمي لميليشيات مسلحة تقف وراء استهداف الكاظم، والقيادة المركزية الأمريكية تؤكد تورط الميليشيات الموالية لإيران. نائب رئيس البرلمان الليبي يعتبر شرط الاستقالة قبل 3 أشهر محل خلاف قانوني، ويلوح باللجوء للقضاء. ميليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات جديدة بحق من تبقى من موظفي السفارة الأمريكية في صنعاء. صباح الخير وأهلا بكم في جولة إخبارية لأهم الأنباء. قالت مصادر الحدث بأن القوات الأمنية والاستخبارات حددت 3 عناصر تنتمي لميليشيات مسلحة بالوقوف وراء محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي. هذا ووصلت المزيد من التعزيزات العسكرية لحماية المنطقة الخضراء والمؤسسات الحكومية وسط انتشار لعناصر الاستخبارات في شوارع العاصمة. وأكد مصدر أمني للحدث أن وزارتي الداخلية والدفاع قامتا المزيد من نقاط التفتيش في الشوارع الرئيسية وعند مداخل بغداد لمنع أي تحركات للميليشيات. وفي مقابلة مع قناة الحرة الأمريكية، اتهم قائد القيادة المركزية في الولايات المتحدة كينيث ماكنزي الميليشيات العراقية الموالية لإيران بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لافتا أن هذه الميليشيات لجأت للعنف من أجل تحقيق أهدافها. أعتقد أننا نتفق بأن الهجوم كان هجوما إجراميا ضد رئيس وزراء العراق، وما رأيناه هو مجموعات مرتبطة بإيران ترى أنها لا تستطيع التمسك بالسلطة قانونيا، والآن تلجأ للعنف لتحقيق أهدافها، وهذا ليس شيء جيد أن يقوم به، وهذا يبعث على القلق أن الميليشيات الموالية لإيران وبطريقة واضحة لجأت إلى أعمال إجرامية ضد الكاظمي. أمريكا ترى هذا مزعجا، والرئيس الأمريكي كان واضحا في تصريحاته حول هذا الأمر. قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إن واشنطن تعتقد أن الهجوم على رئيس وزراء العراق كان هجوما على سيادة واستقرار الدولة العراقية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس ردا على سؤال لمراسلة الحدث، قال إن الولايات المتحدة رصدت الكثير من الأعمال العدائية للميليشيات التابعة لإيران بما في ذلك العراق. On Iraq, many experts believe that this attack or attempted assassination on the Prime Minister's life has a modus operandi of the pro-Iran militias. Do you believe, does the State Department believe that these militias can work independently and operate independently without a green light from Tehran? I don't want to get ahead of the Iraqi investigation. What is true is that we have seen a number of aggressive actions conducted by Iran-backed groups, including in Iraq. فرض الأمن وإعادة الثقة، العنوان الأبرز للتحركات الأمنية الأخيرة في العاصمة بغداد بعد محاولة فاشلة لاغتيال رأس السلطة في البلاد بطائرات مسيرة مفخخة. نعم، هي رسالة ردع من قبل المؤسسة الأمنية العراقية، إظهار قوة الدولة، لكن بالنهاية نشر القطعات. نعم، هي رسالة اطمئنان للشعب العراقي، لكن يجب أن تتوازى معها عملية اعتقال لمنفذي محاولة الاغتيال أولا، والأمر الآخر التعاطي بقانونية أكبر من خلال يعني وقف كل جماعة يمكن أن تهدد السلم الأهلي العراقي. محاولة الاغتيال مثلت تهديدا للسلم الأهلي كما وصفها الشارع العراقي الذي طالب الحكومة بضرورة الإسراع في حصر السلاح بيد الدولة بشكل جدي. أي مواطن عراقي لا يقبل السلاح المنفلت ولا يقبل خارج الشرعية ولا يقبل ألا دولة، لابد أن نكون مع الدولة. إن لم تكن لدينا دولة لا يبقى دين ولا عرض ولا مال ولا وطن ولا يبقى أي شيء. هؤلاء يصبح نظام الغاب،
فنرفض تماما كل مستهتر، كل متجاوز على القانون، متجاوز على المؤسسات. وبعدين هذا واجهة الدولة، ما يجوز يعني ست انسان مواطن عادي يجي اعتدي عليك بتاخذ حقك من عنده، ما يجوز يعني، هذا واجهة العراق وسمعة العراق. عملية الاغتيال الفاشلة منحت حكومة الكاظمي إجماعا وطنيا ودوليا دفعها لاتخاذ خطوات عملية نحو فرض هيبة الدولة ومواجهة جماعات السلاح المنفلت. بعد تحديد مكان انطلاق المسيرات وأنواعها، باتت اللجنة العليا المسؤولة عن التحقيق قريبة من الوصول إلى الجهات التي تقف خلف هذا الهجوم والذي وعد الكاظمي بالكشف عنها قريبا. سامر الكبيسي، الحدث، بغداد. بالانتقال إلى تطورات الملف الليبي، نقلت مصادر صحفية عن فوز النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب قوله إن شرط التوقف عن العمل قبل 3 أشهر لمرشح الرئاسة سيظل محل خلاف قانوني وطعن في المحاكم. وأضاف النويري مخاطبا رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح أن وجود هذا الشرط يمنع شريحة كاملة من الترشح في الاستحقاق المقبل. وقال نويري بشأن مطالبة 56 نائبا بتعديل المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية بأنهم يتفهمون موقف النواب، وأي حديث عن قصور التشريعات الانتخابية سيكون الفصل فيه للقضاء الليبي. لأول مرة منذ 7 سنوات يعود الزخم الانتخابي إلى ليبيا التي أنهكتها الصراعات والحروب، حيث توجه مئات المرشحين شرقا وغربا وجنوبا إلى مكاتب المفوضية لاستلام إجراءات الترشح والتسجيل في الانتخابات. باشرت اليوم جميع المكاتب وفروع المفوضية العليا للانتخابات بما فيها مكتبنا مكتب بنغازي باستقبال طلبات المترشحين. كان اليوم قبول كبير، ما يقارب عن 100 مواطن تقدموا وحضروا شخصيا إلى مكتب اللجنة الانتخابية بنغازي. الأغلبية منهم كان عبارة عن استلام النماذج المعدة من قبل المفوضية والخاصة بعملية تسجيل المراقبين، أيضا الاستفسار عن المستندات المطلوبة وباقي الإجراءات المطلوبة لعملية التسجيل وقبول المرشحين. العملية الانتخابية التي يتفق على ضرورتها المواطنون في الداخل لتحريك المياه الراكدة بالمشهد السياسي ويختلف عليها الساسة، أصبحت أمراً واقعاً اليوم مع إعلان فتح باب الترشح، رغم المخاوف من الأطراف المعرقلة والانتقادات الموجهة لقوانينها، وأبرزها المادة 12 التي لا يزال باب الخلاف حولها مفتوحاً بين النواب أنفسهم رغم اعتمادها من المفوضية. ويبقى مصير نجاح العملية مرتبطاً بمدى قبول كافة الأطراف بنتائجها مستقبلاً، مع استمرار الانقسام السياسي وتهديدات البعض بعدم القبول بنتائجها والطعن بها. ومع فتح باب الترشح للانتخابات وحسم الجدل حول قوانينها، يتقدم المرشحون بملفاتهم ويستلم الناخبون بطاقتهم، وبين التسليم والاستلام عين على 24 ديسمبر، فما قبل هذا التاريخ لن يكون كما بعده. محمد مسعود، بنغازي، الحدث. في آخر تطورات الملف اللبناني وفي مقابلة مع الحدث، أكد مساعد أمين عام الجامعة الدول العربية زكي أنه لمس أثناء لقائه الرئيس اللبناني ورئيسي مجلسي الوزراء والنواب، لمس حرصا كبيرا على العلاقات مع السعودية وإدراكا لأهمية هذه العلاقة بالنسبة للبنان، ورغبة أكيدة في معالجة المشكلات التي تعكر صفوها. لمحنا ضوء كده ممكن يعني انه نبني عليه. لم نستشعر ابدا ان دول الخليج يعني تلفظ لبنان، او لم نستشعر هذا،
بل على العكس، في محبة للبنان في الخليج. وفي شأن لبناني متصل، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حديث تلفزيوني إن المخرج الآني لحل الأزمة الناتجة عن تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي هي الإقالة ثم الاعتذار من دول الخليج، مشيرا إلى أنهم لا يستطيعون تحمل حرب الآخرين على أرضهم، وأن حزب الله يخوض حربا بالوكالة في اليمن ولا يكترث لمصالح اللبنانيين. وقال جنبلاط أن قرداحي مرتبط بمنظومة الممانعة، وأن أيضا أو قال إن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لا يستطيع أن يأمره بالاستقالة. المخرج الآني هو إقالة الوزير قرداحي، واثنين الاعتذار من الخليج. يطالبوننا الممانعة وغير الممانعة أن تعتذر السعودية منا، نحن بدنا نعتذر منا رسميا. فيما أفادت مصادر الحدث بوقوع غارات إسرائيلية على أهداف في محافظتي حمص وطرطوس السوريتين. وقال مراسل الحدث إن سربين إسرائيليين استهدفا مخازن مسيرات ومنظومات دفاعية إيرانية في سوريا، فيما قال إعلام النظام إن الهجوم الإسرائيلي نفذ من شمال بيروت واستهدف نقاطا في المنطقة الوسطى والساحلية وأدى لجرح جنديين وأضرار مادية. في اليمن شنت ميليشيا الحوثي حملة اختطافات جديدة بحق من تبقى من موظفي السفارة الأمريكية في صنعاء، ونسبت وكالة خبر لمصادر أمنية أن عناصر حوثية داهمت منازل نحو 25 موظفا يمنيا سابقين في السفارة الأمريكية واقتادتهم من منازلهم إلى المعتقلات، إضافة إلى اعتقال طاقم الحراسة للسفارة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن طيران تحالف دعم الشرعية دمر 8 أطقم حوثية بمعداتها جنوب وغرب مأرب، إلى ذلك سقط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني والمقاومة في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب. ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. نرافق القوات اليمنية في طريقها إلى جبهة أطرينة. سقوط صاروخ باليستي، فشلت الميليشيات الحوثية في إطلاقه. ماذا يمكن أن نقرأ من وراء الغارات التي شنها طيران التحالف؟ الميليشيات الحوثية إلى هذه اللحظة تخسر الكثير من معداتها ومن قواها البشرية. نحن أول من نصل إلى هذه الجبهة، جبهة أطرينة بمحافظة حجة على الخطوط الأمامية. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مقتل 264 حوثيا. مجزرة جديدة ارتكبتها ميليشيا الحوثي، هذه المرة طالت المدنيين في دمار. أكثر من 800 أسرة يمنية تم تهجيرها قسرا هذا الأسبوع. هناك 32 مليار دولار وصلت إلى هذه المنظمات، لم يستفد منها هؤلاء النازحين. الوضع الإنساني في العبدية، هل هناك تحركات من قبل المنظمات العالمية؟ تخبرنا الآن قوات الشرعية هنا أن هناك مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي وأن علينا مغادرة هذه الجبهة الآن. في صمت الأشياء من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهداً، تشكل خبراً، تصنع حدثاً.
عناصر تنتمي لميليشيات مسلحة تقف وراء استهداف الكاظم، والقيادة المركزية الأمريكية تؤكد تورط الميليشيات الموالية لإيران. نائب رئيس البرلمان الليبي يعتبر شرط استقالة المرشحين قبل 3 أشهر محل خلاف قانوني ويلوح باللجوء للقضاء. ميليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات جديدة بحق من تبقى من موظفي السفارة الأمريكية في صنعاء. أهلا بكم من جديد. قالت مصادر الحدث إن القوات الأمنية والاستخبارات حددت 3 عناصر تنتمي إلى ميليشية مسلحة بالوقوف وراء محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي. هذا ووصلت المزيد من التعزيزات العسكرية لحماية المنطقة الخضراء والمؤسسات الحكومية وسط انتشار لعناصر الاستخبارات في شوارع العاصمة. وأكدت المصادر الأمنية للحدث أن وزارتي الداخلية والدفاع أقامتا المزيد من نقاط التفتيش في الشوارع الرئيسية عند مداخل بغداد لمنع أي تحركات للميليشيات. في مقابلة مع قناة الحرة الأمريكية، اتهم قائد القيادة المركزية في الولايات المتحدة كينيث ماكنزي، اتهم الميليشيات العراقية الموالية لإيران بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لافتا أن هذه الميليشيات لجأت للعنف من أجل تحقيق أهدافها. أعتقد أننا نتفق بأن الهجوم كان هجوما إجراميا ضد رئيس وزراء العراق، وما رأيناه هو مجموعات مرتبطة بإيران ترى أنها لا تستطيع التمسك بالسلطة قانونيا، والآن تلجأ للعنف لتحقيق أهدافها، وهذا ليس شيء جيد أن يقوم به، وهذا يبعث على القلق أن الميليشيات الموالية لإيران وبطريقة واضحة لجأت إلى أعمال إجرامية ضد الكاظمي. أمريكا ترى هذا مزعجا، والرئيس الأمريكي كان واضحا في تصريحاته حول هذا الأمر. قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إن واشنطن تعتقد أن الهجوم على رئيس وزراء العراق كان هجوما على سيادة واستقرار الدولة العراقية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس ردا على سؤال لمراسلة الحدث، قال إن الولايات المتحدة رصدت الكثير من الأعمال العدائية للميليشيات التابعة لإيران بما في ذلك العراق. On Iraq, many experts believe that this attack or attempted assassination on the prime minister's life has a modus operandi of the pro-Iran militias. Do you believe, does the State Department believe that these militias can work independently and operate independently without a green light from Tehran? Again, I don't want to get ahead of the Iraqi investigation. What is true is that we have seen a number of aggressive actions conducted by Iran-backed groups, including in Iraq. فرض الأمن وإعادة الثقة، العنوان الأبرز للتحركات الأمنية الأخيرة في العاصمة بغداد بعد محاولة فاشلة لاغتيال رأس السلطة في البلاد بطائرات مسيرة مفخخة. نعم، هي رسالة ردع من قبل المؤسسة الأمنية العراقية، إظهار قوة الدولة، لكن بالنهاية نشر القطعات. نعم، هي رسالة اطمئنان للشعب العراقي، لكن يجب أن تتوازى معها عملية اعتقال لمنفذي محاولة الاغتيال أولا، والأمر الآخر التعاطي بقانونية أكبر من خلال يعني وقف كل جماعة يمكن أن تهدد السلم الأهلي العراقي. محاولة الاغتيال مثلت تهديدا للسلم الأهلي كما وصفها الشارع العراقي الذي طالب الحكومة بضرورة الإسراع في حصر السلاح بيد الدولة بشكل جدي. أي مواطن عراقي لا يقبل السلاح المنفلت، ولا يقبل خارج الشرعية، ولا يقبل ألا دولة. لابد أن نكون مع الدولة. إن لم تكن لدينا دولة لا يبقى دين ولا عرض ولا مال ولا وطن ولا يبقى أي شيء. هؤلاء يصبح نظام الغاب،
فنرفض تماما كل مستهتر، كل متجاوز على القانون، متجاوز على المؤسسات. وبعدين هذا واجهة الدولة، ما يجوز يعني ست انسان مواطن عادي يعتدي عليك بتاخذ حقك من عنده، ما يجوز يعني، هذا واجهة العراق وسمعة العراق. عملية الاغتيال الفاشلة منحت حكومة الكاظمي إجماعا وطنيا ودوليا دفعها لاتخاذ خطوات عملية نحو فرض هيبة الدولة ومواجهة جماعات السلاح المنفلت. بعد تحديد مكان انطلاق المسيرات وأنواعها، باتت اللجنة العليا المسؤولة عن التحقيق قريبة من الوصول إلى الجهات التي تقف خلف هذا الهجوم والذي وعد الكاظمي بالكشف عنها قريبا. سامر الكبيسي، الحدث، بغداد. في ختام اجتماع للإطار التنسيقي حضره كل من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء، صدر بيان أكد على اتفاق المجتمعين على استمرار التحقيق في قضية قتل المتظاهرين على بوابات المنطقة الخضراء وفي قضية محاولة اغتيال الكاظمي عبر طائرة مسيرة. وأكد البيان الصادر عن الإطار التنسيقي أنه تم الاتفاق على أن يشرف القضاء بنفسه على التحقيقين الفنيين لمعرفة من يقف وراء الحادثتين وعلى ضرورة البحث عن معالجات قانونية لأزمة نتائج الانتخابات لأيضا جميع الأطراف تسترجع الثقة. نقلت مصادر صحفية عن فوز النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي قوله إن شرط التوقف عن العمل قبل 3 أشهر لمرشح الرئاسة الليبية سيظل محل خلاف قانوني وطعن في المحاكم. وأضاف النويري مخاطبا رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح، قال إن وجود هذا الشرط يمنع شريحة كاملة من الترشح في الاستحقاق المقرر في 24 ديسمبر. وقال نويري بشأن مطالبة 56 نائبا بتعديل المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية بأنهم يتفهمون موقف النواب، وأي حديث عن قصور التشريعات الانتخابية سيكون الفصل فيه للقضاء الليبي المستقل والنزيه بحسب وصفه. لأول مرة منذ 7 سنوات يعود الزخم الانتخابي إلى ليبيا التي أنهكتها الصراعات والحروب، حيث توجه مئات المرشحين شرقا وغربا وجنوبا إلى مكاتب المفوضية لاستلام إجراءات الترشح والتسجيل في الانتخابات. باشرت اليوم جميع المكاتب وفروع المفوضية العليا للانتخابات بما فيها مكتبنا مكتب بنغازي باستقبال طلبات المترشحين. كان اليوم قبول كبير، ما يقارب عن 100 مواطن تقدموا وحضروا شخصيا إلى مكتب اللجنة الانتخابية بنغازي. الأغلبية منهم كان عبارة عن استلام النماذج المعدة من قبل المفوضية والخاصة بعملية تسجيل المراقبين، أيضا الاستفسار عن المستندات المطلوبة وباقي الإجراءات المطلوبة لعملية التسجيل وقبول المرشحين. العملية الانتخابية التي يتفق على ضرورتها المواطنون في الداخل لتحريك المياه الراكدة بالمشهد السياسي ويختلف عليها الساسة، أصبحت أمراً واقعاً اليوم مع إعلان فتح باب الترشح، رغم المخاوف من الأطراف المعرقلة والانتقادات الموجهة لقوانينها، وأبرزها المادة 12 التي لا يزال باب الخلاف حولها مفتوحاً بين النواب أنفسهم رغم اعتمادها من المفوضية. ويبقى مصير نجاح العملية مرتبطاً بمدى قبول كافة الأطراف بنتائجها مستقبلاً، مع استمرار الانقسام السياسي وتهديدات البعض بعدم القبول بنتائجها والطعن بها. ومع فتح باب الترشح للانتخابات وحسم الجدل حول قوانينها، يتقدم المرشحون بملفاتهم ويستلم الناخبون بطاقتهم
وبين التسليم والاستلام عين على 24 ديسمبر، فما قبل هذا التاريخ لن يكون كما بعده. محمد مسعود، بنغازي، الحدث. في مقابلة مع الحدث، أكد مساعد أمين عام جامعة الدول العربية حسام زكي أنه لمس أثناء لقائه الرئيس اللبناني ورئيسي مجلس الوزراء والنواب حرصا كبيرا على العلاقات مع السعودية، وإدراكا لأهمية هذه العلاقات بالنسبة للبنان، ورغبة أكيدة في معالجة المشكلات التي تعكر صفوها. لمحنا ضوء كده ممكن يعني أنه نبني عليه. لم نستشعر أبدا أن دول الخليج يعني تلفظ لبنان، أو لم نستشعر هذا، بل على العكس، في محبة للبنان في الخليج. في الشأن اللبناني، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حديث تلفزيوني إن المخرج الآني لحل الأزمة الناتجة عن تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي هي الإقالة ثم الاعتذار من دول الخليج، مشيرا إلى أنهم لا يستطيعون تحمل حرب الآخرين على أرضهم، وأن حزب الله يخوض حربا بالوكالة في اليمن ولا يكترث لمصالح اللبنانيين. وقال جنبلاط إن قرداحي مرتبط بمنظومة الممانعة، وقال إن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لا يستطيع أن يأمره بالاستقالة. المخرج الآني هو إقالة الوزير قرداحي، واثنين الاعتذار من الخليج. يطلبنا، يطالبوننا الممانعة وغير الممانعة أن تعتذر السعودية منا، نحن بدنا نعتذر منا رسميا. في تطورات الملف السوري، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا فيديوهات تظهر اشتباكات عنيفة بين مجموعات من فرقة الحمزة المدعومة من تركيا في عفرين شمال حلب، وأفادت هذه المصادر الإعلامية بسقوط عدد من الجرحى وسط حالة استنفار تعيشها المدينة. أفاد المفاوض النووي الإيراني علي باقري أفاد بأنه سيلتقي بعدد من نظرائه الأوروبيين خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال باقري في تغريدة، قال إن جدول محادثات تلك اللقاءات يشمل القضايا الثنائية والإقليمية وسائر المحادثات النووية المقررة في أواخر الشهر مقرر استئنافها. وأضاف بأن بلاده لن تدخر جهدا في الدفاع عن مصالحها الوطنية والعمل من أجل رفع العقوبات غير القانونية عليها. على وقع الاستعداد لانطلاق جولة سابعة جديدة من مفاوضات فيينا بين إيران والقوى الكبرى، عادت طهران وحملت واشنطن مسؤولية الوضع الراهن الذي يمر به الاتفاق النووي، كما واشترطت توفير ضمانات أمريكية بشأن ذلك الاتفاق إذا تم إحياؤه. طريق الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي واضح، يجب أن تعترف بأنها مسؤولة عن الوضع الحالي وتعود من المسار الذي قطعته، ومن أجل العودة من المسار الخطأ يجب رفع العقوبات القاسية التي فرضت بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. هذه ليست المرة الأولى، فطهران سبق وتمسكت في الجولات الماضية بعدد من الشروط على رأسها رفع جميع العقوبات، بالإضافة إلى ضمان عدم انسحاب واشنطن ثانية من الاتفاق. لكن واشنطن من جانبها ترى أنها تميز بين تلك العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان والإرهاب وبين الأخرى المتعلقة بالملف النووي، والتي يمكن رفعها وإلغاؤها مع إعادة الالتزام بالاتفاقية، بينما تعتقد إيران عكس ذلك وتتمسك برفع كل العقوبات المفروضة على البلاد منذ العام 2016. كنا واضحين جدا أن الاستفزازات النووية الإيرانية والتصعيد لن يمنح إيران أي نفوذ إضافي في التفاوض عند استئناف المحادثات.
ما بين طهران وواشنطن، تبقى تلك الشروط وغيرها في انتظار يوم 29 من نوفمبر الجاري، موعد استئناف المحادثات غير المباشرة في فيينا، وعلى الطاولة حينها قد تتغير كل المعطيات. شنت ميليشيا الحوثي حملة اختطافات جديدة بحق من تبقى من موظفي السفارة الأمريكية اليمنيين في صنعاء، ونسبت وكالة خبر لمصادر أمنية أن عناصر حوثية دهمت منازل نحو 25 موظفا يمنيا سابقا في السفارة الأمريكية من منازلهم واقتادتهم إلى المعتقلات، إضافة إلى اعتقال طاقم حراسة السفارة هناك. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن طيران تحالف دعم الشرعية دمر 8 أطقم حوثية وبمعداتها جنوب وغرب مأرب. إلى ذلك سقط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني والمقاومة في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب. إن شاء الله ربي ما ينجيهم إن شاء الله، وإن شاء الله وصمة عار للعدو وشرف لكمال إن شاء الله إن شاء الله. في السودان تتواصل المشاورات بين القوى السياسية لتشكيل خارطة طريق للخروج من الأزمة الحالية تمهيدا لتقديمها لعبد الله حمدوك، في الوقت الذي أعلنت فيه عدد من الأحزاب والكيانات السودانية للدعوة أعلنوا الدعوة إلى تظاهرة يوم السبت المقبل. في ثاني أيام العصيان الذي دعت إليه جهات نقابية ومهنية، تنوعت أشكال الاحتجاج بين الإغلاق لبعض الشوارع وإغلاق المحال التجارية، فيما بدت الحركة طبيعية في عدد من الشوارع والأسواق والمصارف وسط تباين في الآراء حول دعوات العصيان. شاركت في العصيان؟ شايف نجاحه بنسبة كبيرة في المؤسسات الحكومية والقطاعات الحكومية. طيب لكن بالنسبة للقطاعات الخاصة أو المحلات التجارية النسبة ما كبيرة فيه، ومستر أنا مع العصيان المدني ضد الإجراءات اللي اتخذت في البلد عامة، وأتمنى من القيادة السياسية في البلد سواء كان عسكرية أو مدنية يتفقوا لحل سياسي. والله العصيان ما بقدم البلد، الناس يعني تنتج وتشتغل لأنه بلدنا أساساً منتهية وواقعة واقتصادها متدني. تتريس ما حباب وعملية ما حضارية، المحتاج يحتاج، لكن الأوضاع الحمد لله بخير الآن، الأمور تمام التمام. سياسياً تواصل القوى السياسية بشقيها المجلس المركزي والميثاق الوطني مشاوراتها لرسم خارطة طريق متفق عليها توضع بين يدي عبد الله حمدوك، والذي لم يحسم أمره بعد رغم كثرة الوساطات وتعدد المقترحات. الخلاف صور كأنه بين حمدوك والبرهان، وده خاطئ. الخلاف هو بين المكون العسكري والمكون المدني. الجامعة العربية وضعت الكثير من النقاط حول الحروف اللي كانت مدلهمة، اعتمدت هي في الأساس على بيان الرباعي المشترك الذي كانت فيه المملكة العربية السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا، على ضرورة أن الإشكالات السياسية تحل وفقا للوثيقة الدستورية وفقا للحوار. حتى الآن وبحسب البعض فإن جدار الأزمة السياسية في السودان بدا عصيا على الاختراق في وجه كل المبادرات التي تشكلت للحل. أما ميدانيا وقبل أن ينقضي اليوم الثاني من الإضراب المعلن، أعلنت لجان المقاومة أنها ستسير تظاهرة حاشدة يوم السبت المقبل، وذلك رفضا للإجراءات التي تمت في 25 من أكتوبر. محمد عثمان، الحدث، الخرطوم. طالبت 16 دولة بقيادة الولايات المتحدة جميع أطراف الصراع في إثيوبيا بوقف الأعمال القتالية ومواصلة المفاوضات دون شروط مسبقة للوصول لوقف إطلاق النار. على وقع تهديدات جبهة تيغراي وجيش تحرير الأورومو بالزحف نحو العاصمة أديس أبابا، ومع تعثر الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، فلا صوت يعلو فوق صوت المعركة دفاعا عن سيادة البلاد ووحدتها، حسب تصريحات الحكومة الإثيوبية ومناصريها الذين ملأوا ساحات العاصمة الإثيوبية والمدن الكبرى لدعم الجيش الإثيوبي، منددين بجبهة تحرير تيغراي والفصائل المتحالفة معها.
في هذه الأوقات نعمل جاهدين أكثر من أي وقت مضى، وبالتنسيق مع الحكومة للحفاظ على أمن وسلامة أحيائنا على مدار الساعة. وفي حال حدوث أي أمر فقد أخذنا الإرشادات والتعليمات اللازمة من قبل الجهات المختصة، ونحن في جاهزية للحفاظ على أمننا. ورغم تعالي أصوات التحشيد والوعيد المتبادل، فهناك أصوات شعبية تدعو إلى وقف الحرب وإرسال زعماء القبائل للصلح بدل الدفع بالشباب نحو ساحات المعارك، كما أن الجهود الأفريقية والدولية لم تقطع الأمل بإحداث ثقب في مواقف الأطراف حيث يمكن النفاذ من خلالها. فالمرة الأولى تحدثت مصادر جبهة تحرير تيغراي عن وصول مبعوث الاتحاد الأفريقي أوبسنجو إلى مقر عاصمة إقليم تيغراي ولقاء رئيس الإقليم للحث على وقف الصراع والتوصل إلى المفاوضات. حتى هذه اللحظة ما زال الوضع يعني متأزماً، ولكن على الرغم من ذلك هنالك جهود دولية وإقليمية وبعض التحركات من دول الجوار التي حقيقة تضع نصب عينها الأزمة الإنسانية المتطورة، ولم يعني تمل أو تكل هذه الجهود وما زالت تتواصل بجهد كبير جدا. مع توسع رقعة العنف واحتمال وصوله للعاصمة، يأتي الإعلان من واشنطن بولادة تحالف الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية الإثيوبية إلى جانب الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجيش تحرير أورومو. يضم المكون الجديد على الساحة الإثيوبية 7 مجموعات، في حين اعتبرته الحكومة الإثيوبية فبركة دعائية، على أن الوضع الإنساني يبقى الحاضر الغائب مع ارتفاع حدة المواجهات في الجبهات، ومعها ارتفاع الكلفة الإنسانية بانضمام عشرات الآلاف إلى قوافل النازحين والمشردين. منذ عام وإثيوبيا تعيش حربا بدأت في إقليم تيغراي لإنفاذ القانون، لكنها سرعان ما تحولت إلى صراع تسبب في أزمة إنسانية متعاظمة وتحشيد ووعيد متبادل بين أطراف الصراع، في ظل دعوات محلية متواضعة للسلام وجهود دولية متعثرة حتى الآن. سعيد مزين، الحدث، أديس أبابا. قررت الحكومة في موسكو عدم تمديد العطلة الإلزامية الهادفة للحد من انتشار كورونا، وذلك بعد 10 أيام من الإغلاق لكافة المرافق العامة غير الأساسية، رغم تواصل الأقاليم الروسية بتسجيل أرقام كبيرة بأعداد الإصابات والوفيات، وصلت قرابة 40,000 إصابة وأكثر من 1,250 حالة وفاة يومياً. انخفاض بسيط لمؤشري الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال اليومين الأخيرين في روسيا تزامن مع نهاية نفاذ العطلة الإلزامية وفرضها قيود إغلاق للمرافق العامة كافة، وضع أعاد عجلة الحياة للدوران لكن مع شروط هادفة للحد من انتشار الوباء القاتل. جميع الموظفين انتظروا نهاية العطلة لأن العمل من المنزل غير مريح، القيود موجودة لكنها غير كافية ولا يتقيد الجميع بالكمامات. هذا هو أحد المجمعات الحيوية في مدينة موسكو والذي يحظى بشعبية كبيرة بين مواطني العاصمة. هنا وجوه الزوار تعكس واقع الحال في ظل تسجيل أعداد إصابات ووفيات تعتبر قياسية منذ بداية الجائحة. رائع جدا الحضور إلى هنا بعد أسبوع الإغلاق لتناول الغداء خلال استراحة العمل بعيدا عن طلب الطعام من المنزل. على الجانب الآخر، العاملون في هذا المكان يواجهون تحديات أكبر بسبب تواجدهم لساعات طويلة في المكان وتنفيذهم لطلبات العمل كاملة بنسبة موظفين أقل ب30% عما هي عليه في الأيام العادية. قيود ستستمر فترة من الزمن إلى أن يتحسن الوضع الوبائي حسب حكومة البلاد. نحن الوحيدين الذين عملوا خلال فترة الإغلاق، وكان هذا ضمن القيود المفروضة مع ارتداء الكمامات ومسافات الأمان. أما الآن فيمكن للجميع الحضور والتبضع. ذروة الموجة الرابعة لكوفيد-19 ضاعفت بؤر الإصابات في البلاد وجعلت الوضع أكثر تعقيداً. يحدث هذا بعد عام من انطلاق عمليات التطعيم والتي أسفرت عن مناعة قطيع غير مرضية حتى الآن بنسبة 30% تقريباً من عدد السكان الكلي.
استقرار وضع انتشار الفيروس في العاصمة وتراجع أعداد المرضى في المنازل والمستشفيات سمح بعدم تمديد أيام العطلة. هذا ما تحدث عنه عمدة المدينة داعيا إلى ضرورة المحافظة على قيود الحد من انتشار الوباء. عبد الجواد الرشد، الحدث، موسكو. رفعت الولايات المتحدة القيود المفروضة على السفرة أمام الزوار الأجانب من قائمة بلدان عدة شملت دول الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا والصين، كذلك بعد حظر منذ شهر مارس عام 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا. الولايات المتحدة تعيد فتح حدودها الجوية والبرية أمام ملايين المسافرين الأجانب الملقحين بالكامل، منهية حظر دخول استمر 20 شهرا بسبب جائحة كورونا. الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أثر على السفر من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والصين، ثم أضيفت الهند والبرازيل، كما أغلقت نقاط دخول برية مع كندا والمكسيك، فيما تم استثناء حالات تكون فيها الأسباب مقنعة كالوفاة والعلاج. أعتقد أنه من الرائع عودة الجميع، سيكون من الجيد البدء في السفر. شيء مذهل، لم أزر الولايات المتحدة منذ عامين، أنا أزورها بشكل منتظم. كان الأمر صعبا، لكن في نهاية المطاف نحن هنا، لا أستطيع استيعاب الأمر حتى الآن. كان هناك الكثير من تعبئة الأوراق. بالنسبة للمسافرين جوا، ستطلب الولايات المتحدة منهم إثبات التطعيم وفحص الكشف عن كورونا قبل 3 أيام من المغادرة، وأن تقوم شركات الطيران بوضع نظام تتبع الاتصال للمخالطين. لم أرى ابنتي منذ عامين، هي تعيش هنا وأنا سعيدة. توقعنا خط انتظار طويل عند الجمارك، لكن الأمر كان ميسرا. لم تأخذ الإجراءات أكثر من 5 دقائق من الانتظار، كل شيء سار على ما يرام. أما الوافدون برا فسترفع القيود أمامهم على مرحلتين، الأولى من 8 نوفمبر وحتى شهر يناير، وسيشترط على القادمين لأسباب متعلقة بالعائلة أو السياحة تلقي اللقاح، مع استثناء سائقي الشاحنات من ذلك. ومن شهر يناير سيتم تطبيق إلزامية التطعيم على كل الزوار الذين يعبرون الحدود البرية مهما كان سبب دخولهم. السلطات الصحية الأمريكية أشارت إلى أنه سيتم قبول كل اللقاحات التي تعترف بها منظمة الصحة العالمية، وهي أسترازينيكا وفايزر وموديرنا وجونسون أند جونسون، إضافة إلى سينوفاك وسينوفارم. حسين الطاود، الحدث، واشنطن. في ختام النشرة نذكركم بإمكانية متابعة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة الحدث والتفاعل معها، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للقناة الحدث.net. إلى اللقاء. سنوات كانت حافلة بالأحداث غير المتوقعة. تعلمنا أنه لا يمكن التكهن بأي شيء. مستقبل مبهم وغامض وأسئلة جديدة كل يوم. أكثر الأخبار تعقيداً تصبح مفهومة عندما تحلل وتقرأ بالطريقة الصحيحة وبالاستعانة بالخبراء والمختصين. مهمتنا أن نحاول جعل المشهد أكثر فهماً. استوديو الحدث يومياً 9 صباحاً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. فنجان من القهوة، قليل من الموسيقى، بداية مثالية ليوم رائع. مهلاً، شيء ما ينقص المشهد. لعله الانتباه، التأهب، الاستعداد ليوم جديد. حافل كسابقي بوقائع، أحداث وتشابكات قد تؤثر على مسار يومك. حاضرك، مستقبلك قد تعيد رسم تاريخ منطقة بأكملها.
النشرة الصباحية، كن مستعداً في كل يوم. عناصر تنتمي لميليشيات مسلحة تقف وراء استهداف الكاظمي، والقيادة المركزية الأمريكية تؤكد تورط الميليشيات الموالية لإيران. نائب رئيس البرلمان الليبي يعتبر شرط الاستقالة قبل 3 أشهر محل خلاف قانوني، ويلوح باللجوء للقضاء. ميليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات جديدة بحق من تبقى من موظفي السفارة الأمريكية في صنعاء. صباح الخير وأهلا بكم في جولة إخبارية لأهم الأنباء. قالت مصادر الحدث بأن القوات الأمنية والاستخبارات حددت 3 عناصر تنتمي لميليشيات مسلحة بالوقوف وراء محاولات اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي. هذا ووصلت المزيد من التعزيزات العسكرية لحماية المنطقة الخضراء والمؤسسات الحكومية، وسط انتشار لعناصر الاستخبارات في شوارع العاصمة. وأكد مصدر أمني للحدث أن وزارتي الداخلية والدفاع أقامتا المزيد من نقاط التفتيش في الشوارع الرئيسية وعند مداخل بغداد لمنع أي تحركات للميليشيات. وفي مقابلة مع قناة الحرة الأمريكية، اتهم قائد القيادة المركزية في الولايات المتحدة كينيث ماكنزي الميليشيات العراقية الموالية لإيران بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لافتا أن هذه الميليشيات لجأت للعنف من أجل تحقيق أهدافها. أعتقد أننا نتفق بأن الهجوم كان هجوماً إجرامياً ضد رئيس وزراء العراق، وما رأيناه هو مجموعات مرتبطة بإيران ترى أنها لا تستطيع التمسك بالسلطة قانونياً، والآن تلجأ للعنف لتحقيق أهدافها، وهذا ليس شيء جيد أن يقوم به، وهذا يبعث على القلق أن الميليشيات الموالية لإيران وبطريقة واضحة لجأت إلى أعمال إجرامية ضد الكاظمي. أمريكا ترى هذا مزعجا، والرئيس الأمريكي كان واضحا في تصريحاته حول هذا الأمر. قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إن واشنطن تعتقد أن الهجوم على رئيس وزراء العراق كان هجوما على سيادة واستقرار الدولة العراقية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس ردا على سؤال لمراسلة الحدث، قال إن الولايات المتحدة رصدت الكثير من الأعمال العدائية للميليشيات التابعة لإيران بما في ذلك العراق. These militias can work independently and operate independently without a green light from Tehran. I don't want to get ahead of the Iraqi investigation. What is true is that we have seen a number of aggressive actions conducted by Iran-backed groups, including in Iraq. فرض الأمن وإعادة الثقة، العنوان الأبرز للتحركات الأمنية الأخيرة في العاصمة بغداد بعد محاولة فاشلة لاغتيال رأس السلطة في البلاد بطائرات مسيرة مفخخة. نعم، هي رسالة ردع من قبل المؤسسة الأمنية العراقية، إظهار قوة الدولة، لكن بالنهاية نشر القطعات. نعم، هي رسالة اطمئنان للشعب العراقي، لكن يجب أن تتوازى معها عملية اعتقال لمنفذي محاولة الاغتيال أولا، والأمر الآخر التعاطي بقانونية أكبر من خلال يعني وقف كل جماعة يمكن أن تهدد السلم الأهلي العراقي. محاولة الاغتيال مثلت تهديدا للسلم الأهلي كما وصفها الشارع العراقي،
الذي طالب الحكومة بضرورة الإسراع في حصر السلاح بيد الدولة بشكل جدي. أي مواطن عراقي لا يقبل السلاح المنفلت ولا يقبل خارج الشرعية ولا يقبل ألا دولة، لابد أن نكون مع الدولة. إن لم تكن لدينا دولة لا يبقى دين ولا عرض ولا مال ولا وطن ولا يبقى أي شيء. هؤلاء يصبح نظام الغاب، فنرفض تماما كل مستهتر، كل متجاوز على القانون، متجاوز على المؤسسات. وبعدين هذا واجهة الدولة، ما يجوز يعني ست إنسان مواطن عادي يجي اعتدي عليك بتاخذ حقك من عنده، ما يجوز يعني. هذا واجهة العراق وسمعة العراق. عملية الاغتيال الفاشلة منحت حكومة الكاظمي إجماعا وطنيا ودوليا دفعها لاتخاذ خطوات عملية نحو فرض هيبة الدولة ومواجهة جماعات السلاح المنفلت. بعد تحديد مكان انطلاق المسيرات وأنواعها، باتت اللجنة العليا المسؤولة عن التحقيق قريبة من الوصول إلى الجهات التي تقف خلف هذا الهجوم والذي وعد الكاظمي بالكشف عنها قريبا. سامر الكبيسي، الحدث، بغداد. بالانتقال إلى تطورات الملف الليبي، نقلت مصادر صحفية عن فوز النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب قوله إن شرط التوقف عن العمل قبل 3 أشهر لمرشح الرئاسة سيظل محل خلاف قانوني وطعن في المحاكم. وأضاف النويري مخاطبا رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح أن وجود هذا الشرط يمنع شريحة كاملة من الترشح في الاستحقاق المقبل. وقال نويري بشأن مطالبة 56 نائبا بتعديل المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية بأنهم يتفهمون موقف النواب، وأي حديث عن قصور التشريعات الانتخابية سيكون الفصل فيه للقضاء الليبي. لأول مرة منذ 7 سنوات يعود الزخم الانتخابي إلى ليبيا التي أنهكتها الصراعات والحروب، حيث توجه مئات المرشحين شرقا وغربا وجنوبا إلى مكاتب المفوضية لاستلام إجراءات الترشح والتسجيل في الانتخابات. باشرت اليوم جميع المكاتب وفروع المفوضية العليا للانتخابات بما فيها مكتبنا مكتب بنغازي باستقبال طلبات المترشحين. كان اليوم قبول كبير، ما يقارب عن 100 مواطن تقدموا وحضروا شخصيا إلى مكتب اللجنة الانتخابية بنغازي. الأغلبية منهم كان عبارة عن استلام النماذج المعدة من قبل المفوضية والخاصة بعملية تسجيل المراقبين، أيضا الاستفسار عن المستندات المطلوبة وباقي الإجراءات المطلوبة لعملية التسجيل وقبول المرشحين. العملية الانتخابية التي يتفق على ضرورتها المواطنون في الداخل لتحريك المياه الراكدة بالمشهد السياسي ويختلف عليها الساسة، أصبحت أمراً واقعاً اليوم مع إعلان فتح باب الترشح، رغم المخاوف من الأطراف المعرقلة والانتقادات الموجهة لقوانينها، وأبرزها المادة 12 التي لا يزال باب الخلاف حولها مفتوحاً بين النواب أنفسهم رغم اعتمادها من المفوضية. ويبقى مصير نجاح العملية مرتبطاً بمدى قبول كافة الأطراف بنتائجها مستقبلاً، مع استمرار الانقسام السياسي وتهديدات البعض بعدم القبول بنتائجها والطعن بها. ومع فتح باب الترشح للانتخابات وحسم الجدل حول قوانينها، يتقدم المرشحون بملفاتهم ويستلم الناخبون بطاقتهم، وبين التسليم والاستلام عين على 24 من ديسمبر، فما قبل هذا التاريخ لن يكون كما بعده. محمد مسعود، بنغازي، الحدث. في آخر تطورات الملف اللبناني وفي مقابلة مع الحدث، أكد مساعد أمين عام الجامعة الدول العربية زكي أنه لمس أثناء لقائه الرئيس اللبناني ورئيسي مجلسي الوزراء والنواب لمس حرصا كبيرا على العلاقات
مع السعودية، وإدراكا لأهمية هذه العلاقة بالنسبة للبنان، ورغبة أكيدة في معالجة المشكلات التي تعكر صفوها. لمحنا ضوء كده ممكن يعني أنه نبني عليه، لم نستشعر أبدا أن دول الخليج يعني تلفظ لبنان، أو لم نستشعر هذا، بل على العكس في محبة للبنان في الخليج. وفي شأن لبناني متصل، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حديث تلفزيوني إن المخرج الآني لحل الأزمة الناتجة عن تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي هي الإقالة ثم الاعتذار من دول الخليج، مشيرا إلى أنهم لا يستطيعون تحمل حرب الآخرين على أرضهم، وأن حزب الله يخوض حربا بالوكالة في اليمن ولا يكترث لمصالح اللبنانيين. وقال جنبلاط إن قرداحي مرتبط بمنظومة الممنعة، وأن أيضا أو قال إن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لا يستطيع أن يأمره بالاستقالة. المخرج الآني هو إقالة الوزير قرداحي، واثنين الاعتذار من الخليج. يطالبوننا الممانعة وغير الممانعة أن تعتذر السعودية منا، نحن بدنا نعتذر منا رسميا. فيما أفادت مصادر الحدث بوقوع غارات إسرائيلية على أهداف في محافظتي حمص وطرطوس السوريتين، وقال مراسل الحدث إن سربين إسرائيليين استهدفا مخازن مسيرات ومنظومات دفاعية إيرانية في سوريا، فيما قال إعلام النظام إن الهجوم الإسرائيلي نفذ من شمال بيروت واستهدف نقاطا في المنطقة الوسطى والساحلية وأدى لجرح جنديين وأضرار مادية. في اليمن شنت ميليشيا الحوثي حملة اختطافات جديدة بحق من تبقى من موظفي السفارة الأمريكية في صنعاء، ونسبت وكالة خبر لمصادر أمنية أن عناصر حوثية داهمت منازل نحو 25 موظفا يمنيا سابقين في السفارة الأمريكية، واقتادتهم من منازلهم إلى المعتقلات، إضافة إلى اعتقال طاقم الحراسة للسفارة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن طيران تحالف دعم الشرعية دمر 8 أطقم حوثية بمعداتها جنوب وغرب مأرب، إلى ذلك سقط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني والمقاومة في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب. ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.